اليوم من آل النفيس الكرام والوجهاء الشامية مؤسسين المنطقة الشامية إلى حد ما. لا النفيس قديمين في بالخمسينات ناس كانوا بحوة هني. أيوة منهم طال عمرك أرخهم لنا أساميهم. في اهجروا الشامية من زمان، عرف شلون؟ أيام العشيش قبل التوزيع أيوة. الحكومي. هذا الكلام اللي نبيه، يعني كان في عشيش لما يقول لك الشامية شخص يدهم فيها الشامية هذه والضاحية. أيوة صاب الصحة المدرسية مني. كانوا مع بعض؟ كانوا مع بعض. سبحان الله خالق. في مزارع، في واحدة منهم للحين موجودة. صح. عندك السور اللي ما بين بوابة الجهرة وبوابة الشامية. اي نعم. كان هني بيوت حق الرشايدة وغيرهم. صح. لاصقة بالسور بس خارج السور. يقول لك انتوا وين كنتوا قبل؟ يقول احنا كنا بالشامية. صح. الشامية اللي هي عند شارع السور. بيوتهم. صح. مجازا يقولون الشاميه. صح كلام. ولا الشاميه وايش؟ والضاحيه. ضاحيه عبد الله. صح. المدرسيه مسجد سهول. صح. كان مكانه مسجد قديم. الله. كان في دكاكين يبيعون فقع يبيعون شغلات. شنو اسم المسجد كان؟ مسجد سهول نفسه. وهو انا ارخته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ارخته الامام حاط سره على راسه، واحد دز لي ورايح يمشي. الجراح هذا ولا منو؟ الجراح. في الجراح الشيخ محمد الجراح. واحد كنا من اهل الشارجه قبل. كان الكمالي يمكن، والله ما كان صديق الوالد سيد يوسف رفاع بديله بالمنصوريه. زين طال عمرك هذا كلام تدري كلامك صح ان في اسم الكامل طال عمرك. انت شنو بتطلع شيء بتلبس؟ لا لا احنا بس نأرخ تاريخ الكويت دار الصباح. ما شاء الله. اي والله الاسم الكامل طال عمرك. ترى الموضوع يطول الموضوع. لا ما يخالف. وان ترى في موضوع مهم ان مدينه الكويت. صح. هي نفسها مدينه القرين. ايوه اطباق. سبحان الله. انا اول من بحث، ثاني من بحث عن مقابر مدينه الكويت. الاول حاتم عنده بعض المغالطات، انا ثاني واحد تكلم عن المقابر القديمه في مدينه الكويت. المؤرخ خالد الحاتم قديمه الكويت. خالد الحاتم المؤرخ القديم. مؤرخ والله ما اذكر. او ابراهيم الحاتم. موجود كتابه من هنا بدات. ايه هو والرشيد هم اللي اكثر شيء. إيه سيف الشملان الرومي. ولو ان كتبهم ما حوت كل الحقائق وكل يعني جوانب التاريخ. انت يعني شو اسم كتابك طال عمرك النفيسي؟ لا ما عندي باحث بس تراث. الاسم الكامل؟ محمد الاستاذ محمد بن سليمان بن محمد النفيسي. والنعمان على فكره الوالد سيد يوسف رفاعك انت روح وياه غير ديوانة النفيسي اللي بالشاميه هني. واكو بيت هناك بالشويخ ربعه كانوا وياهم الجوازات والامن العام. شو الفرق خلينا بنأرخها بين العيال عم الشويخ منو؟ عيال عم اللي بالشام. لا اساميهم منو كباريتهم عفوا؟ طبعا توفى الله يرحمهم العم يوسف والعم يعقوب في موجودين. والشاميه؟ الشاميه العم فهد النفيسي رحمه الله عليه الله يرحمه. وعياله موجودين. وما شركة الصالحية؟ هو نفسه. نفسه العقارية. قبل لا أنسى النائب اثنين نواب أحمد النفيس وعبد الله النفيس على الشويخ ولا على الشامية؟ اثنينهم هني وهني. هني وهني ها؟ ما شاء الله. زين في كان واحد اللي بالمسجد الله يرحمه توفى ها؟ لا موجود. موجود ها؟ الله يعطيه الصحة والعافية. زين أقول نرجع إلى القرين، منو سماها القرين؟ هل هي كاظمة أم القرين؟ لا كاظمة من الجهة الثانية من الجون. شمال الجون. اللي صوب البوبيان. لا لا لا. صوب الاطراف؟ لا 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 صوب وين الجهره؟ يمين هذه كلها تعتبر كاظمه اللي لقوا قالوا مع اسمح لي هاي موضوع مهم. صح. المتحف الكويت مع احترامي الشديد لهم خاصه دويش. صح فيصل الاستاذ فيصل. اي والنعم فيه صراحه. والحين الاستاذ كامل عبد الجليل موجود. اللي الحجر اللي لقوها تحت الارض مجموعه حجر لقوها في مكان في جهه كاظمه. هذه مو كاظمه. هذه قرية تابعة لكاظمة. الله أكبر. ويقول هم يقولون إن كاظمة. صح. طبعا من المغالطات إنه قالوا مراكز بحوث هنا بالكويت إنه لما بنيت البصرة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه اهجروا أهالي كاظمة وراحوا التحقوا بالبصرة. لا كاظمة تمت لبدايات العصر العثماني. الله أكبر. شلون تقول أنت في القرن الهجري الأول؟ في فرق بين القرن الهجري الأول والقرن التاسع الهجري عشر ألف سنة بينهم. حتى واحد من علماء الأندلس جاء الكويت وتوفي في كاظمة. من هو؟ هذا في القرن التاسع الهجري.
من هو؟ والله ما اعرف، ما يحضر الاصمعي. لا 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 الاصمعي غير. لا لا اسمعي، منو كان ساكن بكاظم؟ شنو اي قوم؟ اسمع السالفه. تفضل. الفرزدق. اي نعم. شاعر وهو من استاذنا الخالدي، وهو من اهل كاظمه. اي نعم. وكان قبره مشهور الى قبل 70 سنه 60 سنه في جهه صليبيخات، وين السينما صليبيخات السابقه. اي نعم. اللي هدمت وبني مكانها مجمع تجاري. ايوه. والطريق يكون رايح الجهره. اي على البحر فيها. لا مو على البحر. اي لاين يعني الجهره. اي اي على يمينك هني كان قبر الشاعر فرزدق، زاره اول رئيس الجامعه العربيه لما جاء الكويت، قال ابي ازور قبر الشاعر فرزدق، وده معروف يعني كان، بس كانت الناس عندها بعض الاعتقادات الباطله ضريح وزين. من الخضر؟ لا مو الخضر، فيلته. والله احنا نؤمن بالروحانيات يعني. والله يعني مثل ما يقولون المقام اكو مثل يقول اللي ما يشور ما ينزار. لا استغفر الله. زين الفرزدق كويتي طلع عيل. كويتي اصلي. اقول والخضر هم عاش بالكويت. انت مؤرخ. هل خبر ابو سعود يارنا شنال المطيري كان يقول يا ودانا انا ودختي القاضي، احنا صغار كلنا رحنا. يقول خطا هني وطيه وفالتشي. لا وياها النفط وياها بامر الله. هل مثلا هذا الخضر هل هو عبد صالح؟ هل هو نبي ام عبد صالح؟ اختلفوا فيه العلماء. هل ذكروا مكانه؟ هل في ما يثبت ذلك؟ لا ما في. والله تعرف سعد وسعيد. انت الحين خلها الامور هذه. تعرف يا الاستاذ يعقوب البكر، يعقوب البكر يوسف البكر حلف قال قصه سيدنا الخضر مع موسى ياب بالقياسات انها صارت بهالمنطقه. الاستاذ يعقوب البكر والله العظيم. ايش علاقه موسى لما التقى انك لن تستطيع معي صبره سوره الكهف اليوم الجمعه؟ اي بس ادري حلف قاس المسافات منها الى البصره الى هذا، قال هذا المكان اللي التقى فيه نبي الله موسى مع سيدنا الخضر الوطيه. ما يخالف شياب موسى عليه السلام المكان هذا. والله يقول هذه كانت يقول كانت غابات. هذه كانت غابات صح. وعلى فكره الجزيره العربيه كانت خضراء بس دشت بالارض مو من زمن ساحق، لا الى ما قبل عهد ابراهيم عليه السلام. عليه السلام كانت خضراء. سبحان الله. وسوف ترجع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غناء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. شياب موسى عليه السلام والله هو اقرب احثى اسم الجوجل انا ارخته. هل ما يخالف غير قصة موسى عليه السلام في الكتاب والسنة مرة جلبة الإسرائيليات، هل عندهم أن موسى جاء هالمكان؟ زين سعد وسعيد شنو هذين؟ هذول أهم من عباد الله الصالحين، يقولون كانوا يرعون المقام هم. أنا الفلشاوية قالوا لي صالحة المعروفة. إي صالحة وهم بعد هي اللي كانت قبل. والله أنا قابلت وايد من هالفيل الشمال الله وقابلت وايد كلهم. فيلتشا أنت فيلتشا دار ما دارك بحر. تدمير انا صار تدمير حق التراث الكويتي. الله البيزنطيه يعني وال الكويتي يعني انت يكفيك الرومانيه ودلمون. دلمون يكفيك ان دلمون مثل ما قلت صح. فيلتشا امتداد لدلمون اللي في البحرين، وفي الاشوريين في بابل شو اسمها فيلتشا البحرين، اثار متشابهه. المهم نرجع حق كمال جنبلاط. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا هلا والله بالقادر. كمال جنبلاط اول ما جاء الكويت بالمطار قال شو اسمه ايام صباح السالم الشيخ الله يرحمه صح. قال ابي ازور هذا شو اسمه الخضر في فيلتشا. ايش دراك انت جاي من لبنان ان فيلتشا فيها الخضر؟ قال ودوني. هو ابو مجدي زار عشان يودونه. عقب ما زار وتمسح وتبرك وما ايش سوى كان يقول الحين فاضي اني ازور الشيخ صباح. جاي من لبنان الحزب التقدمي الاشتراكي. هو درزي مو؟ درزي. زين استاذ انا اخر سؤال بسالك ليش ما تقر؟ ليش الوالد كان يقول لي سيد يوسف الرفاعي وزير نائب يقول لي يا ابني التاريخ مثل الريح. هو كان بعد دارس تاريخ. ليش ما تأرخ انت عندك المعلومات؟ حرام. انا اكتب احيانا مقالات. لا كتاب عليكم السلام احترام بركاته. مجله العربي، مجله البيت، خارج البيت يعني. زين انا بسالك اخر سؤال بالتاريخ. لحظه اخر سؤال بالتاريخ بسالك. انتم على النفيسي شنو ترجعون؟ لحظه يا شباب تاريخ صبروا. احنا نرجع الى نهد. ايوه. والى الدرعيه. ايوه.
درعية آل الصباح كانوا فيها آل سعود مو؟ ولا سدير؟ قبل درعية كرام. كنا في المنفوحة. أيوة في عائلة المنفوح الحين مدير البلدية مهندس. فيها الشاعر طرفه بن العبد أو شاعر آخر في شعراء لعبون منهم مو؟ خالد البابطين اندمجت مع الرياض من زمان. الله يعني الرياض توسعت دشت المنفوحة فيها. هذا الكلام من 40-50 سنة دشت. زين وانتم فريشكم من ايام الجاهليه. الله اكبر. فريشكم بالكويت القديم ما وين؟ معروف سكه النفيسي. الله يم مسجد بن بحر. بن بحر اللي انهدم للاسف. انا لا موجود. اي هو مسجد بن بحر؟ انت تقصد البحر مسجد البحر غير بن بحر اللي كان مدير الصناعه احمد مهندس البحر كان مدير عام الصناعه في جوارد. قال احنا بنعيد بنائه. قال اقدم مسجد بالكويت 1700-1600 بس موجود بالصور. اي صح. منو يرانكم كان سكت بالنيج؟ كذا عائلة. منو البحر نفسهم؟ عندك العدواني، عندك المرزوق، هذين نفسهم. الله هاي ديوانهم. داود المرزوق. أيوة. عرفت. أنا كان رفيجي بالدراسة طارق سعود داود المرزوق. هذيل. والعمل. وغيرهم والمواش. أيوة. هذيل كلهم حولنا حوالينا. عندك أنا. زين أنا بسألك آخر سؤال. أنت شنو رأيك بسالفة كورونا؟ كورونا. فيلم ولا نص فيلم ولا مش فيلم؟ والله انقلتها لان الباحث هو اللي تلقى عنده الحقيقه. قال الوالد قال لي خريجين التاريخ. لا لا باحث في انت رجل متعلم ما شاء الله. بس انا اقول لك واضحه ان سالفه الصين عليها مجموعه علامات استفهام. الله الى الان الصين مو واضحه مع منظمه الصحه العالميه. يقولون ما عنده شهاده هذا مدير اختي الشاعر ندى السيوس رفاعي. تقول هذا مدير الصحه العالميه مو طبيب مع احترامنا لشخصه. والله عاد كيف عيون الاسمراني كيف هذا على مانع ما ومتى المنتهى؟ شو قال لك باسل الصباح؟ يقول يمكن عاني منها ليوم القيامه. لا بس تصدق هالحكي هذا؟ لا يعني بتطق الابره وطقيتها ولا؟ لا انا جتني كورونا وخلاص انا غني عن الابره. الله يفكني منها ويفك. الحين يقول لك اللي ما ياخذ ابره ما يسافر، ابرتين اللي ما ياخذهم ما يسافر. اللي معاه مناعه ما يصير ياخذ ابره. الله اسال اي انا ولد اختي الطبيب عبد الله علي الهديب يقول لا حتى اللي جت له ياخذها. لا لا قايلين يقول عشان ما يعطي غيره. صارت ناس تبهدلوا مو زينين. الله وبالنهايه جمعه مباركه. نشوفك على خير. اي والله يمينك. اقول لك سلم على محمد ابو الله يسلمك. اكو واحد بعد ترى شخصيه حلوه الطويل هذا النفيسي اللي يكتب الاقتصاديات يكتب. شو اسمه اخوك؟ شو اسمه؟ ناصر. ناصر سلمنا عليه. وانت ان شاء الله لك نشاطات سياسيه؟ لا 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 الحين هذا الخلاف البرلماني لا لا ابدا ما تدش فيه. لا اكرهه. ادعي لنا زين دعائك بيوم الجمعه. ولا اشجع اي واحد. اي والله واحنا مثلك. دعائك يوم الجمعه الله يوفقكم في الدنيا والاخره. امين. شكرا. هذا كتاب الشاعر اختنا ندى. عطني ابو مجد عطني واحد شعر. عندي كتاب استشهدت منه. هذا ندى اختنا شاعره اهل البيت. وعطنا دعاء وعطنا انجليزي. لا لا لا. شوف شوف دعاء ورق ورق وانجليزي. في لها شعر في واحد واحد مدح فاطمه رضي الله عنها. اي هذا هو هذا نفسه. لا هذا غير يمكن هي فيها كذا شعار. وعطنا فيه هذا مال النسب. عطني هذا مال النسب في الكيس. لا لا عطني هذا. هذا ما اعطيه. هذا ما اعطيه حق اي واحد. هذا ما اعطيه حق اي واحد. الوالد دام دافع عن النسب الانساب ومع السمرائي. هديه لك لانك انت مؤرخ. الانساب من الصعب. اي والله اقراه وراح اقابلك فيه. لا الانساب علم حساس ترى. صح. هو كان الوالد سيد يوسف الرفاعي وزير ونائب شيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه والنسابه ويقرا على الناس. ويعقوب اللي بالمنصوريه ابوك يعرفه؟ اي معروف. تسلم طال عمرك. توفى من قريب. اي صح. اقول لك